بعض اعلام الاتحاد يعترض على اقامه المباراه في نادي الشباب. واعرف ايضا انه مباريات الشباب الغير مع الانديه الجماهيريه تلعب في الملز وفي ملعب الامير فيصل بن فهد واستاد الملك فهد. نذكر مباراه النصر والشباب الاخيره لعبت في ملعب الامير فيصل بن فهد. ليش الاتحاد العربي اختار نادي الشباب تلعب فيه المباراه، وليش الاتحاديين عندهم اعتراض؟ يعني ايش الفرق انه يلعبون في ملعب النادي او يلعبون في ملعب الامير فيصل او في استاد الملك فهد؟ المباراه اصلا من غير جمهور، يعني ايش اللي مضايقهم؟ صحيح. وليش هم اختاروا اللجنه اختارت نادي الشباب ما راحت للملعبين المتاحين؟ صحيح. انا اول شيء قرات تصريح للاستاذ طلال الشيخ مدير البطوله العربيه، يقولها انه هذه مش اختيارنا، الملعب اختيار الاتحاد السعودي لكره القدم ملعب المباراه، يعني يعود الى الاتحاد السعودي ولا يحدد فين الملعب؟ وليش الاتحاد هذا حسب السعودي كلام حسب تصريح قرات له. ما انا بقول لك، انا اشوف انه خطا انه المباراه تلعب على ملعب نادي، خاصه بطوله عربيه. يعني بمعنى انا اقول لك شيء، طب خلي مباراه الاتحاد على ملعب نادي الاتحاد ما في جمهور، صحيح؟ حترجع هنا للمواصفات والمقاييس والاشياء المطلوبه في الملعب، الشباب لباها الموسم الماضي. لكن انت الان في بطوله عربيه، تمام؟ بطوله منفصله، وجهه نظري ما الضير انه تلعب على ملاعب الساده الملك فهد. طيب، والملز هذه وجهه نظر الاتحاديين او ملعب الاتحاد. هذه وجهه نظر الاتحاديين. الشبابيين يقولوا لك الملعب يعني مباراه بدون جمهور، ايش حيفرق معاك هنا ولا هنا يعني؟ ما هو اللي قلت لك قبل شويه، الاتحاديين الان يقول لك احنا حنروح نادي الشباب، حنلعب داخل نادي الشباب، وفريق الشباب في يعني اللي بيشوف الاتحادي بالتاكيد بيشوف مع الفوز المتتالي للفريق الشبابي في هذا الملعب. اذا النقطه ايضا ما لا يتمنوها الاتحاديين بالتاكيد. وبالتالي انا وجهه نظري، يعني انت ليش شوف الحين بوجود انت وابو نايف وابو حنين، لو سالتك ابتعد عن المشاكل، حتروح لملعب الامير فيصل بن فهد او ملعب الملك، صح ولا لا؟ أيه. او المباراه الثانيه في ملعب في الجوهر، انتهينا. يعني انا اشوف افضل دائما زي حتى انت موجود يمكن في كثير من المشاكل بتتعرض لهذا، دائما اخرجوا من المشاكل يا اخي، اخرج من الشكك، اخرج من الشبهات، صح ولا لا؟ لازم تفكر بعقليه. يعني انت اللي حطيت المباراه الان في ملعب الشباب، قبل نرجع لما وات اف، ماذا لو وضعت المباراه في ملعب نادي الشباب؟ ايش رده الفعل؟ رده الفعل بالتاكيد انه اها ليش نادي الشباب؟ ليش داخل نادي الشباب؟ طب ما نلعبها في نادي الاتحاد، وهكذا. يا اخي اخرجوا من المشاكل هذه. وش المشكله لو لعبوا في استاد الملك فهد؟ كلها ما في جمهور وكلها مباراه حتعدي وخلاص. اها هنا 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 هنا, هنا عكاظ، انا قاعد اشوف عكاظ طلال قال الشيخ مدير البطوله العربيه، الاتحاد السعودي اختار ملاعب وتوقيت مباراتي نصف نهائي كاس محمد السادس، لم يصلنا خطاب لتغيير الملاعب، وليس لدينا اشكاليه في اقامه مباراه الاياب في ملعب نادي الاتحاد شريطه ان يخاطبنا الاتحاد المحلي باعتماده ومواكبته للشروط. طيب الحين ابو جود، مع العلم مباراه الشرطه العراقي مع الشباب الاخيره كانت في استاد الامير فيصل بن فهد. قول يا ابو اميره. هي يعني شفت كلام طلع صحيح. يعني انا اقول لك الاتحاد السعودي يضع نفسه في احراجات. يعني اول شيء الناس بيتكلموا على طلال آل الشيخ، صح؟ طلال آل الشيخ خرج منها، قال لك الاتحاد السعودي هو اللي اختار، وهذه من اختصاصاتهم. ما هذه يعني الناس اللي تفكر دائما، ترى في مواضيع كثير زي هذه يمكن تكررت. يا اخي فكر بعقل، ريح نفسك، ابعد عن الشبهات، دائما خليك ذكي في قراراتك، لا تقعد تستسهل امور قد تؤدي الى اعطيك مثل يا بوجود الان، لو الهلال والنصر والمباراه ملعب نادي الهلال ورايح النصر يلعب في الهلال، ايش كان صار؟ صح ولا لا؟ مع احترامي وتقديري الان للشباب طبعا ما قلل منه، لكن الهلال والنصر نعرف المشاكل اللي حادثه. يعني هنا التفكير، انت الان لو حدثت الهلال والنصر لاعبين بطوله عربيه والهلال ملعبه جاهز زي الشباب الان، ملعب نادي النادي في العريجه، والنصر لا، حيلعب النصر في نادي الهلال والمباراه الاخرى يلعبوا في استاد الملك فهد مثلا، او يعني مش معقول. يعني طبعا بغض النظر عن ملعب الجامعه الان، لكن عشان كذا دائما لما تتكرر عليك الاحداث وتتشابه ما تكون القرارات مختلفه، هذا اللي بيحدث
في بعض الانتحارات عندنا للأسف اللي بتجي وبتروح لازم تفكر لبعيد، خليك أذكى من كذا. عموما عشان لا أطيل في الكلام، مباراة بكرة أقرب للشباب فنيا، أقرب للشباب أكثر تنظيما. الاتحاد التغير الوحيد اللي حدث هو تغير مهم جدا، دفاع الفريق حجازي تغير كبير جدا، لكن الباقي بكل أمانة لو شفت مباراة القادسية والاتحاد الأخيرة تحزن على مستوى الفريق الاتحادي، لا شيء يذكر، فريق بكل أمانة ما في أي شيء، ما في أي شيء. اللهم حجازي يعني غير كثير في الشكل الدفاعي للفريق الاتحادي. عموما العامل النفسي حيكون له دور كبير جدا في تأهل أحد الفريقين في المباراتين هذه. طيب.